مكتوبة الخير يا بنت الأجواد. هنية وعافية. إن كنت تايه أدلة، وإن كنت ضيف هلا بيك. ضيف ضيف يا بنت الأجواد. من هذا اللي يرجع مع فضلك؟ هذا غريب مهم للديرة. وش اسمك؟ وليه تنشدني عن اسمك؟ يوم عاود لأهلي
أريد أعلمهم من هي المزيونة اللي سقتني الماء وردت لي الروح. اسمي على صاب سيف. هلا بيت شي مثل الأجواء، هلا بيت شي فضة. وانت وش اسمك؟ اسمي طلي من عيونك. هلا بيك يا سام. ايه وش الهرج اللي دور بين؟ لا هذا شيء انا ما اوافق عليه. انا احب فضه وما اقبل انها تهرج مع واحد غيري. من هو شيخكم؟ شيخنا سلمان ولد عالي. زين اسلم عليك. بمان الله. بسيطه يا فضه، يصير خير. يا هلا بالضيف، من ملفاك الملقاك. بل مهلي يا شيخ. مغلد يعونك يبا. قم اذبح للضيف. اي والله تامر يبا. كفو يا ساعة ابوي بساعة. يا هلا بالضيف. يا هلا. هلا بيك. يبا عونك يا بنيتي. وين بدك تروح؟ والله يا يبا حاس روحي ضايجة وودي أتمشى شوي. ليه ما تروح يما الشيخ؟ وليه يما الشيخ؟ لجنة ضيف. ضيف عند الشيخ؟ اي يبا ضيف لف اليوم. والله يا حي الله بالضيف من ممشاه الملفاة. اي يبا فضة. من هذا الضيف؟ ما ادري يما، معه بارودة وسيف ولابس لبس الشيوخ. انت شفتيه؟ لفه يما الغدير وانا من الماء. وبعد استسمات وعلمتيه؟ عرف اسمي من غير ما علم. فضة علميني وش السالفة. ما بي سالفة يمه. يا هلا بيكم، حضرتوا ما حضر واجبكم. يلا حي الضيف. هلا بيك يا سهل. زاد الغانم يا شيخ. هلا بيك يا مفضل. سلام يا طويل العمر. يا مرحب. مكثور الخير. تفضلوا الجميع، تفضلوا. على المقسومة أهلا وسهلا. الله يبارك. تهلوا. يا هلا بيكم جميعا. هلا بفضة. الله يعافي عمرك يا طويل العمر. حصان له بيت ما شفت مثله بعربنا، ومعه باروده وسيف. ايه الرجل يطلع من عربنا بعد ثلاثة أيام. وين طلع قبل هيك؟ ما يطلع الشيخ ما يرخص له يطلع قبل ثلاثة أيام. ايه زين، ويش نساوي بالحصان؟ نبيعه ببلاد بعيدة. وانا وش نصيبي؟ ايه مثل نصيبي. يا هم ملالي، انا اسرق وانت تاخذ مثل نصيبي. ايه ويش ودك لعب؟ ثلث لك وثلثين لي. جواعد لا تطمع. مهو طمع يا هويشن، الرجل معه بارودة ويمكن يطخ علي واموت، وانت تسلم بروحك. انت جراد من يوم ما ولدتك امك، تسرق الرضيع من حضن امه. وليه ما تسرق انت؟ اي الرجل ضيف بعربنا وانت من عرب ثانية، ما حد داري بيك.
وانطخ علي، وش اساوي؟ اي كان ما ودك اشوف جزاع. لا لا اسمع يا هويشن، ترى ان خذيت السيف والبروده ما قاسمك. زين خذهن. اسمع اسمع لي زين، ما ودنا دم، تسرق الحصان وبس. يا هملالي وانطخ علي اسكت له؟ يا رجل قلت لك ما ودنا دم. اسمع، نلتقي عند الشعيب الغربي. عز الله انك بركه يا طويل العمر. تسلم تسلم يا ابو فضل. يا شيخ سلمان. خير يا ولدي؟ اريد ترخص لي باكر، ودي اعود لاهلي. لله، خلك عندنا. خلك عندنا يا سهم. عز الله انك تنحب. تسلم يا عم ابو فضه. مير البلاد طلبت اهلها والايام جاي. هلا 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 اخوي مخلد. هلا هلا. وش تساوي ها؟ وش اسوي؟ بسوي شيء. ما اسوي شيء. الحصان بيه بلا؟ ما ادري ان كان بيه بلا ولا لا. مير ما ظنيت انه اصيل، وكاد ما له بيت. مخلد علامك. شفت الضيف يهرج ما فضه على عين. وش قلت يا ولد؟ انا اقول اللي شفته. اسكت بلعن انك هافي. انا هافي؟ الله يسامحك. قلت اسكت اسكت. اي اسكت اسكت اسكت. ويش اسوي بقلبي اللي نط من بين ضلوعي ساعة ما شفته؟ علامة شبنت. ما بشي يمه. علامة شبنت؟ ليه تخبي علي؟ ما اخبي شي. وليه سرحانة؟ ماني سرحانة يمه. يمه يا حبيبتي، هاد غريب وباكر يعاود الهلو. لا تعلق بحبال الهوى. تعالي. عسى ما قصرنا معك يا ضيف. حشاك يا شيخ، كفيت ووفيت. بلعون انك شيخ وصيتك ذعار. بأمان الله يا ابوي، سلم على ربعك واهلك. تسلم، سلم عليك. بالسلامة ان شاء الله. سلامت الله يا اخويا سهل. سلم عليك يا مخلد. سلم على ابوك وربعك. يصل. مع السلامه يا الضيف. سلم عليك. بمان الله بمان الله. مع السلامه يا بعد قلبي. البيع على حصان. ايه البيع على حصان. واشري هدوم مثل هدوم مخلد ولد الشيخ. لا وش هذا مخلد، اشري هدوم اخير من هدوم مخلد ولد الشيخ. وتمنطق بسيف مثل سيف سهم.
قلت لك يما لا تعلقي بحبال الهوى. هداك الله يما مخلد عينه منك. ادري يما مير وش اساوي بقلبي؟ غريب يما عابر سبيل ضيف عاود الهلو. يعاود يعاود يما يعاود. هو قال شيء؟ لا يما هو ما قال. قلبي اللي يقول. قلبك قلبك يا بنيتي قلبك يخدعك. قلب ما يخدع صاحبه. وش بلاك يا فضة؟ هقيت انك عاقلة. يوم عاود لأهلي أريد أعلمهم من هي المزيونة اللي سقتني الماء وردت لي الروح. اسمي على أنصاب سيف. هلا بيتشي مثل الأجواء. هلا بيتشي يا فضة. النار بعدها شاعلة خلوه لمنه يهجع ونفذ اللي براسي. يا زينو يا زينو. وانا اخوك سرقته وما خليته يحس بشي. ايه انا ادري انك حرامي ما في مثلك. لا لا يا هويشل انا تقول عني حرامي؟ إيه لا 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 منك حرامي. اقول يا هويشل خير انت مأمن لي؟ ايه شلون لعك انت صديقي وانا مالي صديق بالعرب وتخيرتك انت بالذات تكون صديقي. زين اسمع يا هويشل. اه اعرف لك تاجر وتاجر مره يدفع بالحصان مال كثير. مال كثير زين اسمع تشري لي سيف
سيف حشم، وتشري لي هدوم جديدة، هدوم شيوخ، ونتلاقي هان بعد يومين. وانا انا اريد اشتري غنم وحلال كثير لاجل اصير مثل الشيخ. اي وانا من الحين اقول لك الحلال مبارك يا عم الشيخ. تسلم تسلم يا هويشل. يا الله الحصان الحصان. الحصان وين؟ أثار بنات حرام. وش أسوي الحين؟ شلون ودي أرجع لأهلي بلاي حصان؟ يا رب يا رب وش هالبلية؟ سترك يا رب. وش أساوي وش أساوي؟ البواق سرقني وما حسيت عليه. يا رب يا رب وش هالبلية؟ يلا من قلت البخت. عمه يا عمه يا عمه، علامك يا ولد وش بيه؟ لفانا ضيف يا عمه. يا هلا بالضيف، يا هلا بيه من ممشاه الملقاه، لقيه يا ولد بساع. ما شعر جوله يا عمتي. عشملت اشمك ان شاء الله، ليه؟ هو اللي يمشي على رجليه ما له قيمه، لقيه بساع لا تفضحنا، بساع. بالحال بالحال بالحال. يا هلا يا هلا بض. سهم؟ تفضل تفضل. تفضل. خير يا ضيف، عسى ما شر. أريد الماء. بالحال بالحال. هذا سهم يا عمه. صنحك، أدري إنه سهم، شفته بعيوني. أسمع يا قليل، هذا الرجل وكاد وراه سالفة، وسالفة كبيرة بعد. تروح تنادي عمك الشيخ أبو مخلد، هريله ببيت أبو فضة بالحال، تفهم؟ وتقول له مثل معلمك، سهم عود بليها حصان يمشي على رجليه، تفهم؟ إيه يا أمه، بالحال بالحال. تفضل. جت بوقتها، بلعون انه ريقي ناشف ولساني لزق بحلقي من قلة الماء. وزاد الحين يجهز بإذن الله. والله يا هلا بطويل العمر، يا هلا بالشيخ بالمهلي، زارتنا البروكه والله. يا وتن دايما ان شاء الله. صحتين وعافيه. تسلم يا ابو فضه. يما وش بده الشيخ من ابوي؟ الحين نسمع. اسكتي. يا عم الشيخ يا عم الشيخ. علامك يا ولد. لف انا ضيف يا عمي. يا هلا بالضيف. الضيف سهم يا عمي. سهم؟ سهم عاود؟ عاود على رجوله وبلاي حصان. بارودته معه؟ بارودته معه وسيفه بعد. انت متوكد يا ولد؟ ايه يا عمي.
وش السالفة؟ يا الله يستر. يا هلا بعمي. هلا بيك من ملفاك الملقاك. بل مهلي. شلونك يا ولدي؟ نحمد الله. عساك طيب؟ خير. اقعد 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 يا ولدي اقعد الحين اعاود. اسمعي يا ابو مخلد، انا قلبي ما هو مطمن. الرجل هذا وكاد وراه سالفه. باروته كانت معه؟ اي. متوكده؟ هقول لك شفتها بعيوني. الله، من فين تلبخت؟ وش نساوي؟ هذا ضيف يا ام خلد. وين راحت البروده؟ وين راحت البروده؟ وين وين لقيها؟ وين وين؟ هزو ما اعرف وش سالفته. الرجل خبى البروده وكاد وراه سالفه، وده هالشيخ ياخذ له حقه. اي وكاد. هلا هلا بيك يا سهم. بل مهلي يا عمي. عسى ما شر يا ولدي. وين حصانك؟ رجعت بالليل، وحين صحيت من النوم ما لقيت الحصان. مير شفت اثار رجلين. علامة شو؟ وش السالفة يما؟ ليه عود بلي حصان؟ علمي علمك يا بنيتي، الحين يعود أبوك من عند الشيخ ونعرف وش السالفة. أقول يا هويشر. إيه؟ سهم عود بلي حصان. إيه سمعت إنه عاود بلي حصان، لكن هو ليه عاود بلي حصان؟ يجوز إنه حصانه فطس. فطس؟ أو تعثر أو تقنطر. إيه اللي يتقنطر حصانه ما يكون خيال إلا إذا. إلا إيش؟ إلا إذا كان مو هو فارس. يجوز إنه انسرق. انسرق؟ شلون ينسرق حصانه وهو معه بارودة وسيف بعد؟ أنا أقول يجوز يا هويشل. إي اللي ينسرق حصانه ما يستاهله. هويشل. إي بالك لو إنه انسرق حصانه، من هو اللي سرقه؟ إي ما أدري أنا، وش يدريني؟ وش يدرينا انا؟ بعدين مين قال لك انه حصانه انسرق؟ اي يجوز انه باعه وقال انه انسرق. اللي مثل سهم يا هويشل ما يبيع حصانه. ما يبيع حصانه يا هويشل. يا ابو فضه، الضيف اخفى البرودة عشان اخذ له حقه. وما عرفت من هو الحرامي طال عمرك؟ الحرامي من ديرتنا. إيه لله يا طويل العمر، الحرامي مو هو من ديرتنا. وش بلاك يا ابو فضة؟ ودك يا لي اصير سالفة بين العربان؟ لزوم اخذ له حقه. إيه. ها شلون هالهدوم؟ اي زينة هاك. اي يا جواعد يا جواعد، مو مثل سيف سهم. شنو سهم ما سهم؟ لا 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 يا هويشل، الحق علي. ها
هذا سيف الشيوخ ما يلوق غير باللي مثلك. اي اقول يا جويعي، ترى سهم روع على عرب وشيخ بده ياخذ له حقه. وش قلت؟ اي هويشل. اي اخوي. اي عارفك رجل. ادري. ادري لسانك لا يزل هيك ولا هيك. اي اقطع قبل ما يزل. حييك عارفك نشمي ورجل. ادري هويشل. اي اسلم عليك. مع السلامة. انا لزوم اروح معك يا ابوي. لا يبا، انت ظل هنا عند الضيف. اول ودك تروح تدور علي يا ابو مخلد. يا ام مخلد، ودي اروح ادور كل البلاد حتى القاه. لزوم ادور فضه. اي خلا تشوفني بالهدوم الجديده والسيف الجديد. اروح لها البيت. اي وين ما لقيتها بالبيت اروح لها الغدير، اخلها تشوف هدوم الجديده والسيف الجديد. ودي اشوف الحسره بعيونها، الحسره على اليوم اللي عرفت بيه سهم او سيف سهم. اي يا حليلك يا هويشل. وش رايك يا مخلد؟ تو من جديده وعشمات بعد. اي وسيف. والسيف حشم ما يغلن عليك يا ولد الشيخ. لا ما يلبس انا اعز منك، لكن منين لك يا هوش؟ شريته قبل كم يوم. كم شريته؟ ما ادري. تدري شلون ما تدري؟ اي قصدي دفعت للتاجر نعجتين حق الهدوم. إيه والسيف؟ السيف العجة. أسلم عليك يا ولد الشيخ. من الله. والرأي يا شيخ، وش ودك تساوي بهالمصيبة هذه؟ والله يا أم خلد، لزوم ألف البلاد كلها حتى ألاقي الحصار. ألا يبا ألا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبا هقيت اني عرفت الحرامي. من هو؟ هويشل. هويشل يبا الخاسي سود الله رايه. اهدي هذا ان شاء الله يا ام مخلد، ما يصير نتهم الناس بلي دليل. لا يبا، ما هو بلي دليل، الدليل ما هو بعيد، والحين اجيب لك اياه. وش ظنك الدليل يبا؟ وين حلال هويشل؟ هريهن وراك يا عمي. كم انعجهن؟ 20 انعجه يا عمي. 20 انعجه؟ ويش الخذا منهن؟ لا بالله يا عمي ما خذا. زين العاد، اذا ويش الجاي ياخذ منهن علمني بالحال. حاضر يا عمي. سلم عليك. حياك الله. مدع بالله. واشل. علامك يا ولد. واشل علامك. عم الشيخ بده اياك. عم الشيخ وش بده؟ ما ادري، بده اياك بالحال. اي زين. يا واشل عونك يا عمي. مبروك الهدوم الجديدة. الله يبارك بيك يا عمي. حشمة وزينة ما شاء الله ما شاء الله، تلوق لك. اي يا عمي ما تغلى عليك يا عم الشيخ. كفو والله. هويشل ودي تاخذني على التاجر اللي شريت منه.
ليه يا عمي؟ ودي اشتري مثلهن. قديش حقن؟ العشتين للهدوم والعجل السيف. غاليات. التاجر ضحك عليك. كلهن ما يسمن عجل. انت تعرف التاجر؟ ايه يا عمي اعرفه. لكن لا نعرف ايه ويشن. ننعجك مثل ما هن. ما نكسر ولا نعجه. ولا انا غلطان. ويشن. عونك يا عمي. المن بعت الحصان؟ مو انا اللي بعته يا عمي. من هو اللي باعه؟ مدري يا عمي. مدري. ويشن. لان قمت اخليها العصا تاكل من جنابك. احكي الصحيح. زين يا عمي. زين. اللي باعه جويعد من عرب الشيخ مسعود. هات السيف. تفضل يا عمي. هويشل تروح بيتك تخلع هدومك وتجيبها هنا. حاضر يا عمي. والحين يا شيخ وش ودك تساوي؟ ودرسلك برسالة الشيخ مسعود لأجل الانتقاضة. بس يا شيخ هويش الشريك معه. هويش ما سرق. اي بس هو شريكه ولزوم يكون معه بالقضوة. انا ودي ارد الحصان للرجل وهويش يدبرها الله معه. انا صدري يحترق نار وما يبرد يا ابو فضة الا اذا رديت الحق لضيفي. بيدك خاتم الطاعة يا شيخ وهالحين امشي. ما سرقت يا عمي. ما سرقت. زين يا جويعد تحلف اليمين؟ اي احلف. يا ولد حلف اليمين ما هو قليل. تحلف اليمين قدام القاضي؟ احلف ولا ما احلف؟ ماني خايف. قالوا للبواق تحلف يمين؟ قال جان الفرج. زين طال عمرك تخير القاضي اللي تريده وحنا موافقين. يا ابو فضة انا اتخير القاضي ابن رويضان. والله والنعم. زين انت لاقى عند القاضي بعد يومين. والحين ارخص لي يا طويل العمر. جواعد طال عمرك وده يحلف يمين. بالعون انه هافي ما يدري انه حلف اليمين يقطع الجبال. قالوا للبواق احلف يمين. قال جاك فرج الله. يسلم اسمك. ابو فضة يعونك. ودنا ناخذ هويش الشاهد. له يا طويل العمر. هويش الشريك بالجرم. يا رجل القاضي يحكم واحنا نقبل باللي يحكم فيه. وهي على رايك. انا بري يا شيخ. انا بري. بري؟ اي. تحلف اليمين؟ اي يا شيخ وبدال اليمين ثلاثة. كفو كفو يا كذبان. جويعد وايش ردك على اللي سمعته؟ انا بري يا القاضي. انا ما سرقت. تحلف يمين يا جويعد؟ اي احلف يا القاضي. جويعد اليمين ثقيل يهد جبل بحاله. احلف يا القاضي. احلف. الشاهد موجود؟ موجود يا القاضي. ابو فضة يعونك جيب الشاهد. زين
شاهد يقود النهويشل؟ اخس هويشل. يعولك يا القاضي يعولك. وش عندك عن سرقة الحصان؟ جواعد جواعد اللي سرقوا جواعد جواعد. هويشل لله يا القاضي، هويشل هو اللي علمني عن الحصان وهو اللي دزنا على السرقة. يكذب يا قاضينا، يكذب يكذب. انا ما اكذب يا القاضي، انا اشتريت له هدوم وسيف. سود الله وجهك يا جويعد، سود الله وجهك، سود الله وجهك يا هويش. اسمع الفرض يا غانمين، من عندي ومن عند العوارف اللي قبلي ان جويعد يدفع 4 رؤوس من الخيل، من الخيل اللي صايل اللي لها بيت، السهم بدل الحصان اللي سرقه. 4 رؤوس خيل ولها بيت؟ يا ويلي. وهويشل يا هويشل، اللي يدل على السرقة ولا يشارك فيها يعتبر سراق. هويشل تدفع عن كل خطوة 10 قروش من مكان من سرق الحصان البيت الشيخ سلمان. 10 قروش عن كل خطوة؟ يا قضينا يا قضينا، عطني سوم الحق. ما في سوم حق، هذه قلطة وقلتها. يا عم الشيخ يعاونك يا سهم، انا اعفي عن هويشل، ما ودي منه شيء. كفو كفو يا سهم، علي انك نشمي. لا يا سهم. يا عمي اسكت، يوم انك تعفي على الحرامي يبوق مرة ثانية، وما حد من العرب يآمن على روحه وماله وعياله. البايق لزوم ياخذ جزاته لجل ما يبوق مرة ثانية. مبوك يا عمي، مبوك مبوك. يا هواشل، اللي يبوق بالضيف يبوق بربعه، واللي يبوق بربعه ماله مكان بينهم. اسمع يا هواشل، قبل ما تطلع الشمس أريدك ترحل عن العرب، وما تاخذ معك لا مال ولا حلال، أريدك ترحل بهدومك وعلى رجولك، فهمت؟ يا اخويا مخلد، يا ولد الشيخ، خلي عم الشيخ يعفي عني. البايق ما لهم تشانب عربنا يا هويش. اترجاك اترجاك يا ولد الشيخ، وين اروح وين اروح، اصير رجل بلجع عرب. هذا اخر فعايلك الشينة، تحمل نتيجة فعايلك. قلت لك البايق ما لهم تشانب عربنا. مخلد مخلد، اويلي اصير من البطاريد. يا ولدي يا سهم، الهدوم اللي خذيناها من هويشل تراها حقك. يا عم بفضة يعونك، الخيل اللي خذيتها من جويعد اريد اهديك اياها. وش تقول يا سهم، تهديني خيلك؟ ارجاك ارجاك يا عمي لا ترد الهدية. هي بس عادي يعني ابو فضة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. الصلاة والسلام. زين زين، أريد شيء ثاني. تفضل يا سهم. ودي ترخص لي أتعلل ببيتك.
يا هلا بك يا سهم، بكل وقت البيت ينور بوجودك. بارك الله بيك يا عمي. والهدوم والسيف يا عم الشيخ اريد اهديهم لمخلد. بس عاد لو اي هالحين قلت يا شيخ النبي قبل الهدية. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مقبولة منك يا سهم، مقبولة. تسلم يا عمي، تسلم. تفضل يا ولدي يا سهم. عشت. تعيش. مكثور الخير يا شيخ. صحتين وعافية. والله يا هلا بسهم، وبالدربة اللي جابت سهم. هلا بيك. حلف علينا هالبروكة يا ولدي. عز الله انك تضحك. وترى يا ولدي اللي صار يصير بكل ديار العرب. بكل ديرة تلاقي الخير هو الشراني، الصادق والكاذب. ولا تهتم يا ولدي، كل شيء في الدنيا قسم ونصيب. أنا ولدك يبا وعافل ما يريدني، وشان هول بنيه مع سهم ترى مالي غرض بيها، ريتها صبار بركة عليه، وأنا أول واحد يبارك له بعد. الله يكبرك بعقلك يا يما، وأنا مني وعلي من باشر غير أشوف لك بنيه تحكي كل العربان بجمالها وزيان من فضة بعد. لا تنسى يما إنك ولد الشيخ سلمان وكل بنات الديرة اهتمناك. تسلم يا يمه.